بسم الله ده جايد لاين تابع لمدينة نيويورك، قسم التصميم والكونستراكشن، ديبارتمنت اوف ديزاين كونستراكشن اللي هو دي دي سي. تمام، هنا بقى جدول المحتويات، ايه الحاجات اللي هيناقشها في الاول، معلومات عامة، وبعد كده الاستخدامات الضرورية للبيم، الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها من خلال البيم، ايه المخرجات اللي تخرج من خلال البيم، وبعد كده ملخص للمعلومات. وانا في الاول بيبدأ يعرف بعض المصطلحات، ايه هو البيم. نقدر نقول ان البيم ان انت بتبني المبنى على الكمبيوتر قبل ما تبنيه على الواقع، بحيث ان لو في اي مشاكل تقدر تحلها على الكمبيوتر قبل ما تحلها على الموقع، لان تكلفتها على الكمبيوتر بتبقى لا شيء بالنسبة للموقع. ان انت تقدر تاخد اي سيكشن في اي حتة زي ما انت عايز بدون اي مشاكل خالص، ان انت لما تعدل في اي فيو تعدل في كل الفيوهات في نفس الوقت، لان انت مش شغال 2D، انت شغال بتعمل مبنى حقيقي. هنا بيتكلم على البرامج، طبعا في برامج متخصصة الاركتكشر، برامج متخصصة للام بي الاركتكشر، هو الريفت، البنتلي، الاركيكاد، الفيكتور وورك، الام اي بي، ريفت وبنتلي، و جرافي سوفت ام اي بي موديلر، الاستراكشر طبعا ريفت استراكشر وتكلا وبنتلي استراكشر، وفي برامج خاصة بالكوردينيشن زي نفس سوركس سوليبري، والكود تشيكينج هو سوليبري موديل تشيكر. بتكلم على طريقة تسليم المعلومات، انا بفضل اي بي دي انتجريتد بروجكت ديليفري. بعد كده بتكلم على تحديد المسؤوليات، وايه اهم المسؤوليات اللي موجودة على البيم مانجر، ان هو يعمل مثلا بيم اكسشن بلان، ان هو يدرب الناس، ان هو يعمل كوردينيشن، ان هو يحضر الاجتماعات، ان هو يدرب الناس اللي عندها نقص في معلومة محتاجة تتدرب. ايه هو البيم اكسشن بلان؟ هي خطة للاتفاق على المخرجات النهائية للمشروع وطريقة سير المشروع، وبيبقى فيها كونتاكت بكل الناس، بحيث لو انا مثلا شغال وعايز اتصل بحد مسؤول عن تصميم او كده اقدر اتصل بيه. استخدامات البيم عددة جدا، فمثلا سايت اناليسيز بنستخدمه في البروجرامنج، بنستخدمه في سولار اناليسيز، بنستخدمه في ان احنا نعمل التصميم بتاعنا، في ان احنا نتأكد ان sustainability sustainability متحقق ولا لا، لان مثلا في الليد لو انت ما قدرتش تثبت باحدى البرامج ان المبنى اللي انت بنيه هيحقق استدامة، فاضطر ان انت تقدم تقارير بعد سنتين ان المبنى ده شغال سنتين بيعمل اداء فلاني، ودي فواتير الكهرباء والمية قليلة، وممكن الاستخدام بتاع الناس ما يكونش مظبوط فما تقدرش تقدم التقارير ديت، فهي على البرنامج تبقى اسهل وتاخدها في ساعتها. يعني اقدر مثلا انت عملت مثلا في العدسة الحمام الزرارين اللي هو لو صدام خفيف او صدام تقيل، بس الناس مش عارفه الفرق، فكله بيدوس على الزرار الكبير، فده بيستهلك ميه اكتر، فلازم يبقى في تدريب للاستخدام الحاجات السستينابيلتي. المراجعه بتاعت الموديل، الكلاش ديتكشن، في كلاش بيبقى هارد الحاجات خبطة في بعض، او في كلاش بيبقى سوفت بيبقى الحاجات مش خبطة في بعض بس قريبين جدا من بعض، ومفروض كود بيلزم ان يبقى في مسافة بينهم، زي مثلا الالكتريكال مع الووتر. تقدير التكلفة، الديجيتال فابريكيشن، بنبدأ نحط الاجزاء نقطعها زي ما هيحصل اثناء التنفيذ في الموقع. تمام، يعني مثلا عندي الضغط مثلا طويل، فاحنا عندنا هيبقى مثلا كل 2 متر او كل 3 متر، فبقطعها من خلال برامج البيم وابعتها للمصنع، وده بيوفر كتير جدا جدا، يعني
لو انت بتستخدم الطرق العادية ممكن يجيلك 1500 مشكلة ببرامج البيم، مش هتتحل، انت تبعت له كل حاجة وأطوالها ايه ورقمها ايه، فده بيسهل كتير جدا في الشغل بتاعك. انا بقى بشرح موضوع ال LOD. انا ال LOD مش في ال LOD 100 200 300 350 400 500، LOD 100 بيبقى حاجة بسيطة جدا، وطبعا في كود للموضوع دوت، بيبقى مجرد بس الفكرة ومش مش ملزم بالسايز، يعني ما تجيش تقيس لي ديت او الارتفاعات او الحاجات ديت. اللي يقول دي 200 بيبدأ يحط بعض المعلومات، بيبدأ يطلع الاسكادولات، يبدأ يديني معلومات خاصة بالسايز بتاع العنصر دوت. ال LOD 300 بنبدأ نضيف المعلومات اكتر، تفاصيل اكتر. ال LOD 400 بوضح له بقى طريقة التركيب هتبقى عاملة ازاي. ال LOD 500 ده بنحط نفس المعلومات اللي موجودة في الموقع، تمام، يعني ده لوحة اسبلت submission requirement في كل مرحلة من المراحل، يعني بري سكيماتيك. انا ببعت ال LOD 100 منتظرين مني ان هم يشوفوا الحاجات ديت، السايت اناليسيز، السبيس بروجرام، الزونينج. ال LOD 200 اللي هو السكيماتيك بيبقى فيه الديزاين، بيبقى فيه السستينابيلتي، فيه البروجرامينج، فيه الفيس بلاننج، الديزاين ريفيو. ما ينفعش انا شغال في ال LOD 200 وتقول لي انا منتظر منك ان انت مثلا تديني حاجه من ال LOD 400 و500، لا، هي مرحله مرحله، لان ممكن ابقى انا شغال وحاطط كل التفاصيل في ال LOD 100 وفجاه ان الملك مش موافق او ان في حاجه متطلبه تعديل، فهعدل وهي على الوقت الكتير اللي هضيعته عشان اوصل ل LOD مثلا 400. فمرحله مرحله ببدا اضيف المعلومات اللي انا محتاجها. السكيماتيك ديزاين، ايه العناصر الرئيسيه اللي بحطها في كل حاجه منهم، السستينابيلتي، مرحله الديزاين ديفلوبمنت. ممكن في اول مشروع بحتاج ان انا اعمل بعض الحاجات خاصه بالسستينابيلتي، يعني في الاول خالص لو انا ما عنديش حته ارض ولسه هشتري، ببدا اشوف انسب حته ارض اللي ممكن تحقق لي نقاط تبع الليد او تبع النظام اس سستينابيلتي اللي انا شغال بيه. يعني ممكن تكون مثلا شغال في قطر فشغال بنظام الجي سي اس، فهو مختلف قليلا عن الليد. طريقه تسميه الملفات، كل كود بيبقى ليه طريقه في تسميه الملفات. القصد منها ان انا اول ما اشوف الكود اعرف الملف ده بيعبر عن ايه قبل ما افتحه، يعني او نشوف الاسم أو في اول جزئيه ديت خلاص ده معروف ان ده مثلا اسم مشروع، وبعد كده اسم المالك، وبعد كده طبعا مش بكتب الاسم كله، بكتب اول 3 حروف، تمام. فكل حاجه كل كود بيبقى ليه اختصارات. في بعض الاكواد مثلا بيقول لك المعماري ايه، وبعض الاكواد بيعملها اي ار، فانت بتشوف ايه الكود اللي هتشتغل بيه في المشروع دوت تبدا تلتزم بيه. هل الكود اللي احنا شغالين عليه ده الزامي؟ لا، حتى في نيويورك نفسه مش الزامي، غير لو انت شغال مع جهه حكوميه او بتعمل مشروع لجهه حكوميه فبيقول لك لا لازم تلتزم بيه، تمام، لان ده الجهه الحكوميه تعتبر زي المالك، فكل مالك بيبقى ليه حاجه تلتزم بيها. يعني حتى لو هو مش جهه حكوميه يقدر يقول لك اللي هيشتغل في المشروع دوت انا عايزه يعمل 1 2 3، فده الزامي لو انت شغال مع جهه حكوميه. هنا بيبدا يعرفك بعض الحاجات، ايه هو ال 3D موديلنج، ايه هي البيم اكسشن بلان، ايه هو البيم، ايه هي البيلدنج انفورميشن موديلنج، ايه هو امتداد ال دي دبليو اف. دي دبليو اف ده ملف تقدر تفتحه وتحط بعض الملحوظات. دي دبليو جي ده ملف خاص بالاوتوكاد تقدر تدخل تعدل عليه زي ما انت عايز. الانتجريت بروجكت ديليفري، ان احنا كلنا شغالين مع بعض فريق واحد، الناس كلها من اول الخطوه قاعدين مع الفاسيلتي مانجمنت اللي هو المفروض في الاخر خالص بيسلم لك الشغل، وقاعدين مع السستينابيلتي، يعني كلنا قاعدين وبنتعامل مع بعض. الليد ليدر شيب انرجي اند انفايرمنت ديزاين، ده سلوك قياس للسستينابيلتي، وليس هو السستينابيلتي، هو عباره عن نقط، كل ما تحقق حاجه بتاخد نقطه. ال LOD درجه التفاصيل،
ال NWD ده ملف خاص بنفس وركس، بيبقى عبارة عن أركايف، كل ما تخلص شوية بتروح مسيبه. عندك ال PDF، ملف ال PDF زي كتاب، بيبقى فورمات تقدر تقرأ منه. هنا بيوضحوا بقى البيم اكسكيوشن بلان ايه العناصر الرئيسية، زي مثلا انت تكتب اهم الناس اللي شغالين في المشروع وتتصل بيهم ازاي، طريقة مشاركة الملفات، الكوردينيشن هتبقى عاملة ازاي، كل مرحلة من مراحل التسليم هتستلم امتى، اهداف كل مرحلة، الاوبجكت ريكويرمنت، يعني مثلا الليفل هيبقى موجود في ال دي 200 تمام، مش هيبقى موجود في ال دي 100. الفيس كرييتد هنعملها في ال دي 400، مش هنعملها في الـ في الـ قبل كده. الماتيريال هتبقى موجودة في ال دي 400، وهكذا، يعني كل عناصر هتبقى موجودة فيه.